السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعينا الكرام. فيديو النهاردة بعد الحرائق اللي منتشرة على مستوى العالم والكوارث الطبيعية. معانا النهاردة سفن غريبة تظهر في الصين، مرعبة جدا وتنبئ بكم فيضانات وسهول أكبر بكثير من اللي فات، تمام؟ وشفنا الفيديوهات السابقة عن السحب في الصين والفيضانات والسيول، ومعانا فيديو تاني اللي هو خاص بحرائق في وسط إيطاليا، وكان الحرائق وسط إيطاليا شغالة بقالها أسابيع وبدون سبب معلوم. وعندنا ظهور تماسيح في النيل في مصر، ظهور تماسيح النيل وفي قرية زفتة محافظة الغربية. تمساح زي ما انتم شايفين في الفيديو عدى الطريق والناس فزعت منه فزع شديد جدا. وحدث النهاردة اللي هو حريق مجهول السبب، زيه زي جميع الحرائق المنتشرة على مستوى العالم في محافظة القاهرة في مصر القديمة. وزي ما انتم شايفين الحريق مرعب جدا، ونتمنى السلامة لكل الناس ولكل الشعوب، وربنا يسترها على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. يا جدعان حاول، النار مسكت في المعهد، النار مسكت في المعهد يا جدعان، حد يلحقنا، المطافي تيجي بسرعة يا جدعان.